في قمة هذه الجولة حقق وداد تلمسان فوزا ثمينا على اتحاد عنابة بهدفين لهدف واحد، ليعود بهذا الوداد للمرتبة الثانية ب19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر أولمبي شلف. Si on gagne aujourd'hui, on est content. Mais est-ce qu'on est content à 100% Non, parce qu'on pouvait faire mieux et on ne l'a pas fait parce qu'il y avait aussi la peur au ventre. Parce que parce qu'il faut de la sérénité, il faut du calme. On s'attendait à la difficulté du match face à une équipe d'Anaba très expérimentée. Bon, on dit alhamdoulillah, le plus important c'est que nous sortons du passage à vide et que nous avons un peu. Le match était ouvert de deux côtés. روح رياضيه كبيره ايضا عن فوق ارضيه الميدان، وهذا شيء جد ايجابي. من اليوم انا نظن شفنا قلت لك ديزاتاك دي باري دوتر. وقبل تاع اليوم كانت يعني تلعبت خاصه في الشوط الاول وين سجلوا ثلاث اهداف، كنا حابين نرجعوا في الشوط الثاني في النتيجه، لكن ما قدرناش نسجلوا خاصه يعني كانت شويه تسرع بعض اللاعبين. هذا وفند الرئيس الأسبق لاتحاد عنابة محمد الهادي كروم تصريحات اللاعبين الذين طالبوا بتسوية مستحقاتهم مقدما وثائق تؤكد تقاضيهم أجورهم الشهرية، وطالب الرئيس الحالي يقول بالتحري عن الموضوع من الرابطة. لازم الرئيس عبد الباسط يتصل بالرابطة يريكيبيري لي دو كونط لي كونطلا تاع لي جوار هذوما الكل يشكيو ويهز واش تقاضاو من عند بوضياف واش كملت لهم انا واش زدت لهم انايا واش يبقى صاد اللي يبقى صاد يسال يعطيه من حقه وخلاص. هذوما اللي جوار السيارات كي يحطوا يسال 400 ولا 500 ولا 600 يهز لا توتاليتي تاع الكونترا، والجوار ديجا وتقاضى اجور شهريه من عنابه دونك تهز لا توتاليتي تاع الكونترا اكسبتي بن حمو. بن حمو غير عام، دونك حنا اللي نطالبوا بن حمو.